أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أعمل في قطاع عسكري، وفي مجال عملنا لا بد أن نضع بطاقات تحمل صورنا على الجيب. السؤال: ما حكم الصلاة ونحن واضعين تلك البطاقات على جيوبنا؟ إذا ألزمتم بها صارت من الصور الضرورية لأجل العمل، ولو لم تحملوها لم تمكنوا من العمل، لا بأس بحملها، لكن عند الصلاة أدخلوها في جيوبكم، ما هم طالبينه منكم عند الصلاة. يعني ما يصلي واحد إلا ببطاقة ما هو صحيح لا. فإذا أردتم الصلاة أدخلوها في جيوبكم ولا تكون ظاهرة عليكم. نعم.